رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومكملين في فقرتنا الأخيرة، فقرة المطبخ. بنرحب طبعا بالشيف رئيسة عصمت، أهلا اهلا بك يا بحضرتك. مرسي، اهلا بك. طبعا نورتينا النهاردة وإحنا قاعدين في فقراتنا، شمينا روايح فظيعة يعني. فعلى ما خلصت لقيتك خلصتي كل حاجة، فعاوزين الأول نكلم الناس تعرفينا النهاردة المشاهدين أنت عملتي إيه وقدمتي إيه. انا النهارده عملت شاورما فراخ وكبده بالصلصه، كبدة، دي كبدة ايه، كبده بالصلصه، اسكندراني بقى ولا كبدة ايه؟ كبده اسكندراني على الصعيدي على كل يوم. طيب مش هنقول بقى الطريقة، لا، ما انت خلصتي سريع سريع كده، عاوزين نعرف ازاي. الفراخ متقطعه وشوحتها في احنا الاول نقول المقادير، المقادير، عباره عن صدور فراخ وفلفل الوان وبصل وثوم وصلصه، تمام. صلصه طماطم، ده بالنسبة والكبده كذلك. للشاورما. والكبده شرايح كبده و فلفل اخضر، ممكن الوان معاه، وتوم وبصل وصلصه. الكبده بيتحط لها بصل، في بقى اختلف شيفات كتير على الموضوع ده، صح لا كده لا، ولا ايه؟ بتديها طعم احلى. بيديها طعم احلى. طبعا طيب كتير. هتقولي لنا الاول طريقه الشاورما عملتيها ازاي. الشاورما بنشوح السمن او الزبده ونحط الفراخ نشوحها كام تشويحه كده، وبعد كده نضيف الفلفل، البصل الاول وبعديه الفلفل وبعدين الفلفل. تركاية بقى لازم اعرفها بقى، دي ازاي يعني؟ مثلا احنا لما بنيجي نعمل شاورما، نعمل سوسيس مثلا، نعمل كبدة، بنلاقي لون الفلفل الالوان اتغير، صح؟ ايوه شفتي بقى اهو، انا فاهمة يعني. طيب ايه بقى اللي بيخلي لونه، ازاي بتحافظي على لونه كده؟ بتحطيه في يعني المفروض ان هو في اخر حاجه كده، التكه الاخيره، يعني تحطيش بنضيفه يستوي قصدك، في الاخر خالص. لكن ما نحطوش بقى مع البصل لا، عشان ما يدبل ينفعش. والكلام ده، ده لا، اللي بيغير لونه لونه يعني. بيروح. لكن لو انت حافظتي عليه الفتره الاخيره هتلاقيه اخضر واصفر والوان، الالوان ثابته يعني. نكمل الطريقة. بس وبعد كده بنشوح البصل وبعديه اخر حاجه مرحله هنضيف الفلفل الالوان و تكه توم كده، توم بسيطه، تكه بسيطة بسيطه، التكه اللي انت بتحيري فيها، هي تكه بصراحة التوم. ريحة يعني والطعم وحاجة كده. ودي دي بقى بس وبعد وبعدين كده نحط لها صلصه، اخر حاجه صلصه الطماطم، والكبدة. كبده برضو هنشوح الكبده. وبعدين المفروض ان كل الشيفات بتحط الفلفل، بس انا بحط البصل. ما شفتي، ما انا لسه البصل، قايله لك، لا بحط في البصل. ناس اختلف شيفات كتير يعني، في شيفات بتعملها ببصل وفي شيفات لا، لا صح كده؟ لا، انا بس بعملها انتي ببصل. طب دي طريقة الاسكندراني ولا لا؟ دي صعيدي، مش لعبة الاسكندر، كده صعيدي. صعيدي بجد. والله طريقة جديدة. اعرف ان الاسكندراني بيقولوا بتتعمل في زيت وحاجات كده، صح؟ الاسكندراني فلفل اخضر بس، احنا بنضيف فلفل الوان، اخضر، الوان وبصل، حلو، اهل الصعيد طبعا. وكمان تكة الصلصة ومعانا تتحطها بقى ماشي. الشمسي بقى العيش، ايه يا جماعة العيش الشمسي بتاع الصعايدة. بصي قولي لي الاول، العيش ده عرفت انه بيتعمل في 6 مراحل وحاجات كده، صح الكلام ده ولا ايه، ولا يعني معلومة صح؟ بياخد وقت. ليه بقى، هو مزاج ولا هو ايه يعني؟ لا، هو هو طعمه حلو يعني، دي حاجة ما كمان نختلفش في عليها. البامية والملوخية كان في والحاجات اللي هي مطبوخة على البامية الملوخية. والملوخية وكده، ما ينفعش إلا العيش الشمسي. طيب كلميني بقى عن العيش الشمسي ده بيتعمل ازاي، قولي لي طريقته. بيتعمل وهل هو منين؟ الصعايدة، ليه الصعايدة بس اللي مشهورين بيه؟ ما اعرفش صراحة، بس انا اعرف يعني، انا لما قريت عرفت ان العيش ده اصلا لذلك من انا ايام القدماء المصريين يعني. اول حلقة قلت لازم اقدم العيش الصعيدي الاسيوطي، مش وانا صح. هتكلميني عنه يعني، ولا تقولي لنا الطريقة ولا اي لا، حاجة؟ ما هو يعني محتاج وقت، محتاج عجن وقت. وشمس، لازم شمس، ايوه عرفت ان لازم هو. شمس، يعني لو ما فيش شمس مش هيطلع حلو كده يعني. بس طيب انتي النهارده ده المفروض ان ده المنيو بتاعك. بس طيب احنا بقى لو عاوزين نسألك بقى في شوية حاجات، عاوزينك تدينا بقى تركات للمطبخ يعني، مثلا تركات في الرز، تركات في الملوخية، عاوزين بقى نعرف منك التركات البسيطة دي، بما انك بقى خلصتي بدري والنهارده انتي في ملعبنا يعني. ها فنقدم بقى تركات كده في بسيطة المصيدة، في المصيدة بالظبط. ها والله بالنسبة للملوخية ليها، احنا انت بتقولي على الشهقة دي، احنا نتكلم برضو على موضوع الشهقة، هل الموضوع ده حقيقي ولا لا؟ لا، هو الشهقة دي حلاوة الملوخية بتعتمد على حلاوة الشوربة، لما تكون الشوربة حلوة بتكون الملوخية حلوة يعني، لكن كل لما ملوش. تكون يعني كانت الشقه دي، ما احنا ما بنعملهاش في الصيد صراحه
طيب حلو، قولي يعني لي هو مثلا، اختراع القاهريين قولي لي يعني. مثلا تركات في الرز مثلا، يعني انا بعمل الرز حلو قوي ساعات، وساعات الاقيه معجن، لا ايه بقى؟ المعجن كتر منك الميه، تكتر الميه. المفروض ان الرز بتحطي له اول هام، يفضل ان تكون الميه مغليه ده اولا، ولو مش مغليه مغلية المية اللي تضاف عليه، تتضاف عليه لكن مغليه ما يطلع تغليش معي. لا لا انا عن نفسي بعمله بميه فتره يعني من الحنفيه، بس ما بزودش كميه الميه يعني فوق الرز بنص سنتي، تمام. وبعد كده بيحتاج تاني، بيحتاج ميه تاني، بتضيفي له ميه تاني يعني هو بيحتاج. بس صراحه يعني لو انت محتاجاها مش ما يعجنش، لازم تكون الميه سخنه. طيب قولي لي بقى، في انواع تانية للشاورما يعني ممكن تتعمل بكذا طريقة صح كده؟ ما شاورمة الفراخ، وفي شاورمة لحمة، نفس الطريقة. شاورمة بس بدل الفراخ تحط لحمة، وفي تكات كتير، وفي الصدوق نفسه، الصدوق الصعيدي برضه نفس طب القصة. كلمينا بقى، هقول لك انا بقى، كلميني عن اشهر الاكلات في الصعيد. أشهر أكلات في الصعيد البامية طبعا، اللي هي بتسموها الويكا. البامية الناشفة والبامية الخضراء طبعا، بتعتمد على العيش الشمسي. احنا ما ينفعش البامية بتتاكل قصدك بالعيش؟ ما بينفعش البامية ناكلها بالعيش اللي هو المصري لا لازم يكون الشمسي تمام. صراحة، يفضل يعني ايه تاني؟ الشمسي. والبامية والفطير المشلتت طبعا انا واقفه بسالك ليه، عشان انت خلاص خلصتي الاكل خلاص بدري، يعني انت خلصتي الاكل صوت ما شاء الله بدري. وحاجه بقى انا امبارح قريتها، ليه بنتاخر في المطبخ؟ يعني انت ما شاء الله عملتي صنفين، المفروض التالت كان يخلص وكان المفروض فيه كمان صنف ملوخية. ثالث الملوخيه، عملتيهم في اقل ما شاء الله من نص ساعه. ليه صح. بقى احنا بنتاخر؟ ليه لما بندخل المطبخ، انا واحده من الناس بدخل يعني ممكن الواحد يقعد له كام ساعه ويطلع بطبق، ليه بقى؟ ها، هو يعني احتراف اكل يعني، فاهمه يعني احتراف اكل، احتراف. احتراف اكل يعني، قولي طول لي محترفه اكل. انت دارسه ولا واخده كورسات وكده، هوايه ولا هي لا هوايه؟ هوايه صراحه، هوايه. انا معايا لسه صحو من ساعه ما خدت الكليه وانا في المطبخ. طيب هنكمل كلامنا عن الاكل الصعيدي برضو، حبايبنا النهارده كتير من الصعيد، وضيوفنا النهارده كتير من الصعيد، فنتكلم عن الاكل الصعيدي. ها كلميني، قولي لي ايه تاني مشهور عندكم غير الباميه؟ البامية والملوخية الناشفة وكتير، طب والطواجن، قولي لنا طريقه طواجن البطاطس الأكل اللي هو بيرم العظمي طب مش ما الأكل قولي لنا طريقه الباميه بتاعت الصعايده. في برام البامية برضو، ممكن نشوح البصلة بتبقى صفرة كده، ونحط لها الطماطم، وبعد كده نحط البامية او نسبكها جامد يعني، تبقى اللي هو اللي احنا بنقول عليه المسبك بتاعكم بلغة القاهريين المسبك. لا احنا ممكن تعمليها خفيفة، ممكن تعمليها مسبكة، نحطه في الطاجن ونحطه. ده افضل حاجة للبامية صراحة، ما بتحطوش فيها بنقمعه طماطم ولا الاول. بتحطوا فيها طماطم؟ لا بحط فيها طماطم صلصة يعني، ايه المفروض ان المفروض من ده ومن ده، تحط لها شوية طماطم تتسبك، وزوديها بنص معلقة صلصة او معلقة صلصة حسب الكمية، بتديها طعم احلى. طيب وبيحطوها في طاجن وفي الفرن. هسألك عن طريقة المكرونة البشاميل، تركات في البشاميل. تركات في البشاميل، حلقة المكرونة صراحة بحلقة البشاميل والعصاج اللي هو ايه اللحمة اللي جوه البشاميل، كل لما تكون البشاميل حلو والعصاج حلو بيديها طعم احلى. انا ماسكه الشوكه واخده بالك انت. طيب قولي لي بقى بالنسبه قولي لي بالنسبه للكبده، في برضو تركيه نسيت اسالك عليها، بتتهري ليه؟ يعني كده لا مثلا انت طبعا، انا ما هي بتكلمش طبيعة عن اللي انت الكبدة ما عليه. بتاخدش وقت في السوا، طبيعتها ما بتاخدش وقت في طيب السوا. قولي لنا بقى طريقتها كده بالراحه، وازاي ما تتهريش، والكبده بتضاف امتى؟ انا قلت لك ان احنا بنشوح الكبدة في السمنة او الزبدة، يعني اول حاجه انت بتشوحي بتشوحيها، الكبده. وبعديها بحط البصل، طيب بشوح البصل. بيلحق يستوي وكل بس حاجة. بتاخد وقت اكتر الكبدة، بتديها وقت اكتر الكبدة، وبعدين طبعا بتحط طب احنا البصل ممكن تشوح. نتكلم واحنا بنعمل طيب اتفضلي تستمري. اتفضل لا اعملي الاول السندوتشات. ماشي ثانية واحدة، طيب بصي أنا بقى، جايبة بما انك المعلقة. كان معانا كده كتاكيت حلوين في الفقرة اللي فاتت،
ماشي. فعاوزه بقى منك وانت بتعملي لو هتبقى كبيره ممكن تاخدي عاوزاكي بقى وانت بتعملي محترف السندوتشات كده محترف 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 يعني. ما شاء الله. عايزاكي وانت بتعملي السندوتشات كده تدينا افكار للسندوتشات اللي ممكن نديها مثلا لاولاد المدرسه للنادي. انا اساسا نسيت، انا كان ممكن اجيب كاتشب واحطه على الوش، الاطفال بتحبه، بس انا نسيت صراحه. يعني كاتشب كده تحطيه كده على وشه تدي له طعم. تمام، ادينا بقى افكار سندوتشات، يعني ممكن نعمل لهم الشاورما حلوه مثلا بانيه. قولي لي بقى اصناف جديده كده انا ممكن السجق برضو اساعدك. حلو. في تاني كتير، اصناف كتير. نعمل كده بقى. انتي لازم تخلصي كله يعني ترصي الطبق. لا مش شرط، بس احنا بنعمل شغالين يعني. كملي. من عشان كده خلصت بدري. طيب احنا ممكن نقدم ما بعرفش اتكلم واشتغل. ممكن نكمل ايه، نحط نقدم ايه جنب الكبده والشاورما غير مثلا طحينه، سلطه الطحينه من غير من غير السندوتشات يعني؟ ممكن نقدم جنبها مكرونه، ممكن مكرونه بالصلصه جميله. يعني انت عملتي مكرونه بالصلصه، بتسلقيها وبتحطي بتتبليها طبعا، وبتحطي على وش المكرونه. ممكن يعني في حلقه تانية اعمل لكم الصلصه، مكرونه بالصلصه بالعصاج، ومره بالكبده، ومره كتير. يعني في اصناف كتير واشكال كتير. طيب برضو نرجع لكلامنا، كملي. ممكن ندي للولاد سندوتشات ايه وهم رايحين المدرسه؟ يعني ممكن ندي ايه، نعمل سندوتشات ايه للاطفال؟ كبده، الصدق، الشاورما. يا سلام على الصوص بتاعها، يا سلام. كملي معاكي. ممكن بانيه مثلا، بانيه ستريبس. طيب الستريبس، الستريبس طبعا هو يعتبر طريقه البانيه، صح كده؟ صح، الستريبس طريقه البانيه. نفس الطريقه بانيه الفراخ، والاطفال بتحب البانيهات والحاجات اللي بالظبط. ما ده اللي هسالك فيه. احنا معانا مين يا جماعه؟ معانا ام احمد من اسيوط، من بلدك. ايوه. الو 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 السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحتي ممكن الو. ايوه معاكي، اتفضلي. لو سمحتي ممكن اكلم الشيف، الشيف رئيسه. معاكي، اتفضلي. ام احمد اسيوط، لو ممكن توطي التلفزيون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عامله ام احمد، اخبارك؟ بخير يا حبيبتي، الحمد لله. الله يخليك يا ام احمد، الله يخليك. قولي لي، عاوزه طريقه حاجه شيف رئيسه تقولك عليها. شد ايدك في الحاجات الجميله اللي انت عملتيها دي. شكرا يا ام احمد، شكرا. الله يكرمك، شرفت اصبت بالكامل يعني. شكرا حبيبتي، شكرا. شكرا يا ام احمد. قولي لي، عاوزه طريقه اي حاجه شيف رئيسه تقولك عليها. الشيفة رئيسة بتعمل المكرونة بشاميل جميلة قوي يعني، يا ريت في الحلقة الجاية ان شاء الله تعملها. ان شاء الله بإذن الله، ان شاء الله الحلقة اللي جاية بإذن الله ان شاء الله. شكرا. طبعا اهل بلدك. طيب كلميني بقى، قولي لي انت هل ليكي تخصص مثلا في المطبخ؟ يعني في شيف معجنات، في لا البشاميلات والمكرونات جلاش بكل انواعه يعني كتير. طب قولي لي بقى، خبره 20 سنه في المطبخ يعني. 20 سنه ما شاء الله. طب قولي لي بقى، كل شيف بيبقى متميز في نوع معين من الاكل، انت بقى متميزه في ايه؟ بشاميل. يعني لما سالتك بقى على تركات البشاميل ما قلتيش سر الصنعه بقى. البشاميل، البشاميل كمان لما انت تضيفي بيض للبشاميل يديله لون ويخفه. معانا حسين. تمام، اتفضلي كملي معاكي. بشاميل بتضيفي له بيض حلو، طعم ولون حلو. البيض على الوش يعني؟ لا لا، تضربيه مع البشاميل، يتضرب مع البشاميل، يتضرب مع البشاميل. ده ثواني، البشاميل اصلا بيتعمل على النار. ما انا عارفه. طب ما البيض ممكن تسيبيه يهدى. لما يبرد يعني. يبرد وبعد كده تضيفي. طب وايه موضوع البشاميل اللي على البارد؟ لا ما جربتوش صراحه، البشاميل اللي على البارد فاشل صح؟ لا ما جربتوش. لا
طيب انا بشكرك جدا يا شيف رئيسه. كل اللي طبعا احنا حلقتنا النهارده كانت حلوه جدا وانتي نورتيني، وكنت يا اتمنى رب ان انا يكون اقف الاكل معاكي. عجبكم بس يا اكل رب. فظيع طبعا. على فكره انا ما بقولش كلام يا جماعه، انا دقته قبل الهوا يعني. طبعا بشكرك جدا شيف رئيسه، وبتمنى لك طبعا مزيد من التالق والنجاح، شكرا. وان شاء الله يكون شكرا. لينا مع بعض حلقات كتيره. ان شاء الله اشكرك جدا. باذن الله. مشاهدينا انتظرونا في حلقه جديده الاسبوع القادم.